وما من شيء يبعث السرور والفرحة على الوالدين من أولاد سعداء ومنتجين ومحبين للآخرين، ودائما ما يكون الهم الأول للآباء والأمهات تربية أطفالهم وأن يكونوا أبناء صالحين. لكن تلك السعادة قد يتحول إلى كابوس مخيف، خاصة عندما تتوتر العلاقة بين الآباء والأبناء، والتي تتسبب في وجود فجوة تسبب وجود فجوة بينهم، وللأسف قد تتوسع حتى تسوء العلاقة ويزداد الشرخ بين الأب مع أحد أبنائه أو جميعهم. وقد انتشرت قضايا كثيرة، منها تعنيف الأبناء لآبائهم، وانتشرت مؤخراً الكثير من أحداث الاعتداء المشابهة، وتفاعل معها الرأي العام، وتساءل الناس كيف لمثل هذه العلاقة التي تعد من أقدس وأعظم العلاقات أن يصل بها الحال إلى هذا الحد؟ فما الذي يجعل الطاعة تتحول إلى عصيان والمحبة إلى كراهية؟ وكيف يمكن تحويل الأبناء إلى أعداء؟ وإذا ما حدث ذلك، كيف يمكن تدارك الوضع ومحاولة ردم الفجوة بين الأبناء والآباء وتحسين ما ساء من العلاقة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي؟ فلا أعظم ولا أقدس من علاقة الأبناء بوالديهم. لتسليط الضوء على هذا الموضوع، نستضيف في الاستوديو الأخصائية الاجتماعية ومدربة الأسرة الأستاذة ندى الفوال. صباح الخير أستاذة ندى. صباح النور، صباحكم جميل، إن شاء الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. طيب خلينا نبدأ نتكلم عن كيف نوصف العلاقة الصحية اللي بين الأبناء والآباء. الحقيقة أول شيء بدي أشكركم على طرح هذا الموضوع، لأنه فعلا هو موضوع شائك، وكثير من الأهالي بيوصلوا بعلاقتهم لأبنائهم لطريق مسدود. ففكرة أنه نتعرف كيف ممكن تكون علاقة صحيحة، هذا أمر جدا ممكن يكون مفيد لكثير من العلاقات اللي عالقة، خلينا نقول بالمنتصف. صحيح. علاقة الآباء بالأبناء هي علاقة تراكمية منذ بداياتهم، منذ نعومة أصفارهم، من المراحل الأولى بحياتهم أو من السنوات الأولى، بيكون بتبلش التربية الطفل. خلال هذه الفترة إما أن نبني أسس صحيحة لحتى نتجاوز الموضوع، أو بتكون نبني علاقة خاطئة ونشوف نتائجها بسن المراهقة، لما بيصير التعامل مع الأبناء بيتحمل الجدال والنقاش وبيصير لهم مساحتهم الخاصة، تظهر كل ما زرعناه وغرسناه بسنوات الأولى من حياتهم. السبع سنوات الأولى بحياة الأبناء هي فاصلة بأسلوب حياتهم لاحقا، خاصة إذا ما بنيت بطريقة صحيحة رح نحصد نتائج صحيحة، ورح تكون مراهقتهم ومراحلهم اللاحقة أسهل بالتعامل معها. لكن لو كانت سنوات أولى من حياتهم مرت بأزمات مثل انفصال الوالدين، التعنيف والضرب والعلاقات السيئة أو استخدام السلطة بالتربية، هذا حتما رح يوصلنا لمراهقة شائكة رح نوصل فيها لطريق مسدود بالتعامل مع الأبناء. وخاصة أستاذة مرحلة المراهقة هذه مرحلة صعبة جدا. صحيح. طيب ما الذي يجب مراعاته يعني لبناء علاقة قوية لا يمكن أن تتأثر ما بين الآباء والأبناء؟ بداية يجب أن تكون العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة ودية، لكن يحكمها أيضا الحزم بالتعامل عند الأخطاء، لأنه واجب الأب والأم بالنهاية التربية، لكن لا التربية لا تعني السلطة، لا تعني التعنيف، لا تعني الضرب، وإنما التربية بالحب. يعني نستخدم الأسلوب الصحيح حتى يفهم الأبناء أنه نحن قصدنا مصلحتهم، قصدنا نوجههم للطريق الصحيح، ما يفهموا أنه هي مجرد سلطة نحن بنمتلكها وعم نمارسها عليهم بأسلوب الضرب والتعنيف والإهانة والتجريح إلى آخره. هون بنحاول نضع الأسس لحياة أو علاقة صحيحة ما بين الآباء والأبناء. نحتاج لبناء ثقة، لما يكبروا الأبناء يشعروا أنه نحن مرجعيتهم، مصدرهم الوحيد للمعلومات، ما يكون في حواجز بأنه يحكونا أي موضوع أو يشاركونا بأي مشكلة، وإنما يكونوا واثقين أنه نحن حنتفهمهم وما نحن نمارس دور سلطوي عليهم، ولو أنه هذا الموضوع جدا صعب. يعني قليلة من الآباء اللي بيوصلوا مع أبنائهم، طبعاً عم بقصد آباء وأمهات، بيوصلوا مع أبنائهم للمرحلة اللي ممكن يشاركون فيها. أيوة. الأسئلة الخاصة، خاصة بمرحلة المراهقة، أو لو هن عندهم صعوبات معينة، مثلاً عم يتعرضوا للتنمر أو عم يتعرضوا لإساءة أو ربما يعني لتحرش أو غيره، ويجوا يحكوا الموضوع للأهالي. عادة إذا ما كانت العلاقة صحيحة بالطفولة المبكرة، قلما نواجه أو نلاقي أنه الأبناء بيلجأوا لآباء لمشاركتهم هي المواضيع، وبيوصلوا لمرحلة إذا ما كانت العلاقة صحيحة بأنه يتشاركوا مع الآباء بطرح هي المشكلات، ويكون طبعا حلها صحيح وناجع، لأنه الأهل بنوا علاقة صحيحة أو في جسر تواصل مع الأهل اللي بيساعد الأبناء أنه يعبروا هي المرحلة بأقل أضرار ممكنة.
جميل جدا، انت ذكرتي النقاط او الجسر. طيب خلينا نتكلم على الجانب الاخر، ايش هي الانذارات او نقول الصفات اللي يعني تنبئ بوجود على يعني على بدايه شرخ في هذه العلاقه؟ الحقيقة لما بشعر أنه أبنائي سواء كانوا بنات أو ذكور بلشوا يخبوا عني كثير من التفاصيل اللي ممكن تكون مصيرية بحياتهم، أسمع من الآخرين، أسمع من أصدقائهم، أيوة. لازم أشعر أنه أنا ما عدت مرجعية لهم، أو في حاجز بيني وبينهم، هذا الجسر إلى حد ما يتعرض للاهتزاز وبحاجة أن يرمم الثغرات. كثير من الأهالي، وخلينا نقول كل الأهالي، أحياناً بيفلت منهم المقود، أيوة. يعني ما بيعودوا قادرين على السيطرة على علاقتهم بأبنائهم، لأنه بيقعوا بين أمرين، أنا بدي ربي وأدب ولا بدي يكون صديق وودود؟ في حال أنا كنت صارم معهم رح أخسر ودهم، وفي حال كنت ودود معهم رح أخسر تربيتهم. الأمر بحاجة كتير لتوازن، يعني الأمر كتير. كيف يوصل للتوازن هذا أستاذة ندى؟ يعني مثل ما ذكرت لك البداية السنوات الأولى مهمة، ضيفي على ذلك لما بشعر أنه علاقتي أو جسر التواصل هذا ما له متين، يعني مثل ما ذكرت لك عم يخبوا عني، أو عم حس أنه الابن أو البنت صاروا انطوائيين كتير، إلهم عالمهم الخاص ما بيشاركوني فيه، إلهم بيتأخروا كتير برا البيت، لو صاروا لا يعني ما بعد مرحلة المراهقة بال15-16 بيتأخروا برا البيت كتير، ما بعرف عن صداقاتهم وعلاقاتهم، ما بعرف عن الصعوبات اللي عم يمرقوا فيها. لازم أشعر طبعا أكيد سلوكياتهم بالبيت بصيروا أكثر عنفا، أكثر صراخا، بصيروا شديدي الاستثارة، يعني أي موقف بيصير ممكن ينفجروا غضبا لأجله. فبشعر هون أنه في ثغرة، وطالما أنه أنا ما عم بكون المرجعية حتى لو حاولت أتودد وقارب الأمر ما عم بقدر أوصل لهم، هون بشعر أنه في اهتزاز بهي العلاقة وبحاجة أني أرجع نشطها من أول وجديد. فعلا أنت عارفة يا أستاذة أنه عادة الآباء والأبناء تكون العلاقة بينهم يعني لمدة طويلة علاقة جميلة أيام الطفولة مثلا، مجرد ما يبدأ الشاب يدخل في هذه مرحلة المراهقة فنشوف في فجوة كبيرة. إيش الأسباب اللي توسع هذه الفجوة ما بين العلاقة بالأخص ما بين الأب والابن؟ الحقيقة في تفاصيل صغيرة ممكن الأهل يغفلوا عنها أو يستخدموا خلينا نقول أساليب غير صحيحة أو غير تربوية بالتعامل مع الأبناء، ما يحسوا بآثارها غير لما يوصل الطفل لمرحلة المراهقة. أيوة. مثلا المقارنة بالآخرين، مثلا أنا بدي أحاول خلي ابني دائما الأول بكل شيء رغم أنه هو ربما ما عنده الكفاءة أو القدرة وأنا أضغطه كتير، بيوصل لمرحلة بيرفض بيتمرد لأنه أنا عم بمارس الضغط عليه، ولو أنه أنا شايف أنه هذا في مصلحة ابني، لكن ربما تكون طريقة غير صحيحة أو فهمي لشخصيته ما فيها مراعاة لقدراته، فيشعر دائما بالضغط لما يوصل لمرحلة المراهقة، بتتحول الموضوع لانفجار وثورة ومشاكل مع الأب والأم، وبتبلش الأب والأم يسألوا أنا ليش وصلت لهي المرحلة رغم أني بهمني مصلحته أو تربيتي بمرحلة الطفولة كانت جيدة. لما بيوصل لمرحلة المراهقة إذا الأب والأم كانوا بيقارنوا بطفولة الطفل ربما ما يكون له أثر واضح، لكن بالمراهقة رح يشعر أنه هو غير أهل للثقة، بتقديره لذاته رح يصير منخفض، رح يدور على مجالات أخرى بالحياة بعيدا عن المنزل لحتى يحصل على هذا التقدير للذات من خلال مديح الآخرين وكلامهم الجيد عنه. كمان في نقطة مهمة أيضا، اهتمام بشخصية المراهق والمراهقة، يعني امدح شكل عيونه، امدح له شكله، لبسه، أناقته، نظافته، هذا الأمر مهم لأنه بيعزز ثقة الشاب أو الفتاة بنفسهم، وبنفس الوقت بيخليهم علاقتهم أقرب يعني ودية أكثر مع الأهل. طيب. يعني ما يكون مديحي فقط إذا هو عمل شغلة منيحة، لا كمان لشخصه لأنه هو صورته عن ذاته كتير مهمة بهي المرحلة من الحياة. هذا الشيء رح يساعدهم أنه يتجاوزوا قدر الإمكان الصعوبات اللي ممكن يواجهوها بالمراهقة، ولو أنه خليني أذكر أنه مهما كانت علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم جيدة، بمرحلة المراهقة رح يواجهوا صعوبات لأنه مرحلة خلينا نقول بزوغ هي الشخصية، عم يحاول المراهق أو المراهقة يحط حدود لنفسهم، لازم احترم هي الحدود. لو هو مثلا ما بيحب أنا أقرب له على أغراضه أو أفتح خزانته أو أفتح حقيبته، لازم احترم هذا الأمر ولا فتش بموبايله، لكن مع مراقبة عن بعد، يعني أنا أدرس سلوكياته قدر الإمكان، وأحيانا أفتح مجال للحوار، أسأله بطريقة غير مباشرة بدون ما يكون أسئلة جوابها نعم أو لا، تكون الأسئلة مفتوحة لحتى أفتح له مجال إذا هو حابب يحكي يلاقي الفرصة المناسبة وما يلاقي صعوبة بأنه يلاقي فرصة بالحديث مع الأب أو الأم، وهيك بيساعد قدر الإمكان للمحافظة على هذا الجسر. ومهما كانت الحياة صعبة على المراهق وظروف تغيره الجسدي والنفسي والضغوطات اللي بمرق فيها صعبة، رح يوصل لمرحلة يضل الأهل مرجعيته بكثير من الحالات.
نقدر نقول انه هذه هي طرق التعامل مع من الابناء الى من الاباء الى الابناء لردم هذه الفجوه يعني؟ صحيح، ممكن نعتبرها هي الطرق. ضيفي على هذا الامر، لو انا عملت كل هدول وما قدرت اوصل لابني، ممكن استعين بحدا من الافراد العائله يكون مقرب له ليكون هو الواسطه، خلينا نقول. أيوة. ما بيني وبينهم. وانا بذات الوقت عم حاول اشتغل على تقويه العلاقه، نطلع مشوار مع بعض، نتشارك انا وابني مثلا بلعبه جيم على الكمبيوتر مثلا، حسسه انه انا قريبه منه وانه نحن ما في فجوه بين عالمنا، بنقدر نوصل لمرحله مشتركه مع بعض. هذا الشيء رح شوي شوي يوطد العلاقه. بعد وقت من هي المشاركه رح نلاقي ابني او بنتي عم يشاركوني كثير من الاشياء اللي ما كانوا يحكوا ليها سابقا. طيب استاذه، يعني كيف نقدر نصنف العلاقه ما بين الابناء بحسب المرحله العمريه، وخاصه انه التعامل مع الطفل غير اختلف التعامل مع المراهق؟ صحيح. وهكذا يعني. صحيح، في مقوله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ادبه ولعبه سبعا، وأدبه سبعا، وأخيه سبعا، ثم ألقي حبله على غاربه. وهذا خير الكلام ما قل ودل. سبع سنوات الأولى من الحياة التعليم فيها، خلينا نقول التربية، بتكون باللعب، كذلك التعليم أيضا بيكون باللعب بهي المرحلة، لأنه الطفل بحاجة للتكرار وبحاجة لطريقة محببة. أيوة. حتى يحببه بالأوامر أو الأشياء اللي بيتلقاها. أيضا التأديب بالمرحلة السبع السنوات الأخرى من حياته بحاجة يكون في حزم ببعض الأحيان وفيتامين لا ضروري، لحتى نضع حد للأمور وما أخذ الأمور مجرى صعب. تعنيف بس عشان يعرفوا المشاهدين، نحن نقصد الحزم وليس طبعا الحزم أن يكون لما بطلب من ابني شيء يكون حازم. حازم بمعنى تعبير وجهي بتتغير، نبرة صوتي بتتغير طبعا بدون صراخ، وفهمه لابني أنه أنا بهي الحالة يعني كلام مثلا لا يقبل النقاش. أيوة. هذا الأمر لابد منه إلى آخره، فما بيحاول الابن يتفاوض معي عليه. السنوات السبعة الأخيرة بتربية الأبناء هي بحاجة لأنه نكون أصدقاء كثير معهم، هون نشاركهم، نلاعبهم، نحكي معهم، نطلع معهم مشاوير، استشيروا أحيانا بأمور عملي، اسألهم شو رأيكم بلبس هذا الشيء ولا بلبس، يحسوا أنه نحن كأنه أصدقاء. هون أنا حكون سبع سنوات بسبعة بسبعة خلصت مراحل التربية، بعدين رح أتركه للحياة وأنا حكون أنهيت مهمتي معه كأب أو أم، وبيبقى الموضوع كعلاقة ودية بعيدا عن السلطة. رائع جدا. طيب الآن الآباء والأمهات يمكن يكونوا مش عارفين المهارات اللازمة لتربية أو لخلق هذه البيئة الجيدة الصحية، ممكن تطلعين على بعض هذه المهارات الأساسية للآباء والأمهات؟ يعني طبعا تختلف حسب كل حالة وحسب كل علاقة أبناء مع آبائهم وإلى آخره، لكن ضروري يكون في شفافية بالعلاقة. أيوة. ضروري يكون في عندي العين الثالثة بعلاقتي مع أبنائي، يعني دائما أشوف ما وراء الأمور. لما بينفجر الأبن أو بيغضب، أنا ما أفسر أنه هو بس بده يصرخ أو بده يعلي صوتي علي، لا طبعا أنا أكون حازمة بأنه ما أسمح له يعلي صوته علي إلى آخره، يقول له إذا أنت مو قادران هلأ نحكي، بس تكون جاهز أنا قدراني أسمعك إلى آخره، حتى ما أسمح للموضوع ياخذ منحى الصراخ والغضب والمشاكل. لكن بنفس الوقت كون قدراني افهم ما وراء هذا الغضب، ليش هو بهي المرحله وصل لمرحله الانفجار. ايضا حافظ على الحب. كثير من الامهات سالتهم مره باحد الجلسات: كم مره بتقبلوا ابنائكم الذكور في اليوم؟ فاستغربت انه ممكن في احد الامهات قالت لي انا ابدا لا اقبل ابني، في حاجز بيني وبين هذا الأمر. فشعرت الحقيقة بحزن شديد أنه عمر الابن 17 سنة لكن أمه لا تقبله، لأنه تشعر أنه ما بحاجة لهذا الأمر، أو هذا الأمر خاص بالبنات مثلا. ضروري العلاقة العاطفية، الاحتضان، القبل من الأم والأب للأبناء سواء كانوا ذكور أو إناث، بيحافظ على العلاقة الود بينهم، وبخلي دائما في مشاعر خلينا نقول خصبة بعلاقة الأب والأم على الأبناء، وما بنوصل للمرحلة اللي فيها قطيعة وشتات. هذا الأمر كتير مهم، مهما كبروا خلي العلاقة الودية بما فيها الاحتضان موجود. هذا رح يساعدهم قدر الإمكان بأنه يحافظوا على العلاقة صحيحة، ولو أنه مرت بمطبات وعراقيل، لأنه بالنتيجة في ظروف بالحياة نتواجهنا سواء كان للآباء أو للأبناء، لكن بنحاول نصلحها كل ما أدركنا ذلك. ممكن أستاذة، لأنه إحنا في كأشخاص نتربى في مجتمعات عربية دائما لما نذكر العاطفة نخصصها يمكن للإناث فقط. صحيح. وأنه كل ما كان الولد قاسي وربينا على القساوة كل ما طلع رجال، وهذا الشيء يعني غير صحيح يعني. صحيح تماما. العاطفة الذكور بحاجتها مثل الإناث، وإلا هنا حيبحثوا عليها في الخارج، وكمان رح تكون العواقب سيئة كثير على الأبناء. طيب نتكلم على موضوع إحساس
بعض الصفات اللي يقوم بها الأباء في التربية، مثل الشعور بالذنب، مثل أنه يخلي ابنه يحس بالندم، يعني الابتزاز العاطفي. هذه السلوكيات اللي بعض الأباء يتبعها ظناً منه أنه بهذه الطريقة هو يربي ابنه أو أنه يعدل من بعض سلوكياته، وللأسف هذه تكون سلوكيات خاطئة أو خطيرة على هؤلاء الأطفال. صحيح. هلأ شعور القلق الوالدي أمر جداً طبيعي، دائماً نحن مهما كنا عم نفعل لأبنائنا دائماً بنشعر نحن مقصرين. أيوة. هذا الضمير الحي تبع الأهل، يعني إذا كان هذا ما له موجود في مشكلة. لكن دائما لازم حاول أعمل حالة من التوازن، مثل ما قلت لكم هي العين الثالثة اللي دائما نشوف فيها أبعاد الأمور. حاول أفهم ابني بحاجة بهذا الوقت كتير للعاطفة، عم يمرق بظروف صعبة، ابني بحاجة بهذا الوقت للحزم لأنه ربما الأمور صارت متاحة له كتير. فدائما تكون في عم حاول أنظر للأمور بنظرة موضوعية، خلينا نقول، حتى حاول قدر الإمكان أفهم ابني شو بده مني وأنا شو يعني شو لازم أقدم لابني. في كثير من الأبناء لما بيعرفوا مثلا الأب أو الأم العاطفة مدخلهم، فدائما مثل ما ذكرتي بيحاولوا يبتزون عاطفيا، للأسف الأب أو الأم بيعطوهم كما يريدون لأنه دخلوا من المدخل الصح. دائما لازم ما أعطي هي المفاتيح لابني وما أحسسه أنه أنا في لقطة ضعف ممكن يوصل لي من خلالها، وأنه دائما النقاش والحوار والعقل والمنطق هو اللي بيحكم أي موقف نمرق فيه. يعني النقاش بأي ظرف رح يمرق معك أحسن ما تجي تضمني وتبوسني وأنا بحبك يا بابا بس أعطيني مفتاح السيارة مثلا بدي روح أنا ورفقاتي. حاول قدر الإمكان ما سخف الأمور لتوصل لهي الدرجة، يعني افصل، أنا بحبك تمام لكن هي الأمور لازم نقعد نناقشها، أنت بعمر مناسب، هل مناسب تطلع مع أصدقائك، هل هذا بشكل خطر عليك. وأعمل علم أطفالي دائما وأبنائي حتى لو كانوا كبار يعملوا محاكمة عقلية بدون ما أفرض عليهم أنا رأيي، يعني اسألهم وخليهم أن يوصلوا للنتيجة اللي أنا واصل. بهي الطريقة رح قلل كتير من الصراعات اللي ممكن تصير بيني وبين أبنائي، وجنب نفسي أني أدخل بمثل ما ذكرت ابتزاز عاطفي، واسمح لنفسي بأني أعطيهم قدر الإمكان يعني أشياء ربما أنا مو راضي عنها لكن عاطفيا ابتزوني أو استغلوني، هذا أكيد رح يكون عواقبه سيئة على أبنائي. طيب أستاذة ندى الفوال، يعني أنت كندى الفوال أخصائية اجتماعية ومدربة أسرة، أكيد تشوفي كثير من الحالات اللي بتوصلك من الأسر بخصوص هذه المشكلة التي صحيح. تحصل ما بين الأبناء والآباء. إيش الأكثر الأخطاء الذي يرتكبوها الآباء كمجتمعات إحنا عربية تلاحظ أنها تكررت كثير؟ صحيح. نقطة ذكرتيها حضرتك قبل شوي اللي هي نحن كمجتمعات عربية ما بنعلم أبنائنا يعبروا عن مشاعرهم ولا نحن، فمنلاقي نحن صعوبة بإني أقول له ابني أنا بحبك بدون أي أسباب أو لبنتي. أيوة. ونفس الشيء ابني بلاقي صعوبة يجي يقول لي أنا بحبك مثلا بدون هيك أسباب، دائما الحب لازم يكون مرفوق بمصاري أو طلعة أو أي شيء بده إياه، فبتصير علاقة حتى علاقة الحب فيها مساومة ومادية، وهذا أخطاء من الأخطاء الكتير كبيرة اللي بيتربى الطفل عليهم من صغره، هي أحد أخطاء الطفولة وبتظهر مثل ما ذكرت لك بالمراهقة. هي أكثر الأشياء، يعني كتير مهم نعلم الطفل اللي يعبر عن مشاعره يحكي إذا كان مزعوج من شيء أو متضايق، أو مثلا أنا تصرفت معه حكيت كلمة جرحته فهو ببساطة يقول لي أنا لما قلت لي هيك كتير انزعجت، لأنه هو ما بيشعر بالانتقاص رح يعبر، لكن لما بيشعر أنه التعبير عن المشاعر انتقاص فما رح يعبر عن مشاعره، رح يصير في كبت تظهر لاحقا بعلاقته مع الآخرين، بعلاقته الزوجية لما بيتزوج وبيصير عنده زوجة وأبناء. فعلا يأثر على المدى البعيد هذا الشيء. تماما، رح يكرس علاقته بابنه مثل علاقة أبوه فيه إذا كانت العلاقة سيئة، أو رح يفرط بدلاله لابنه لأنه أبوه كان يعامله بقسوة إلى آخره، فما بيصير في اعتدال بعلاقته مع أبنائه، وهيك بيتكرس بمجتمعاتنا الصعوبات بعلاقات الأبناء والأخطاء التربوية الشائعة اللي بنشوفها بمجتمعنا أكثر من مجتمعات تانية، رغم أنه أكيد في مزايا بمجتمعاتنا العربية من الناحية الأسرية، لكن في أخطاء خاصة خلينا نقول بتربية الذكور اللي بيتربوا فيها على الكبت أكثر من الإناث. هذا الأمر كتير مهم ويجب استدراكه، وأنا بشعر أنه إن شاء الله يعني إحنا يعني نغطي مثل هذا الموضوع إن شاء الله في صفحاتنا في بلقيس، إن شاء الله تعالى. فعلا الموضوع مهم، الجانب العاطفي بالنسبة للذكور، هذا موضوع بإذن الله سنناقشه. أستاذة ندى الفوال شكرا لتواجدك معنا، أخصائية اجتماعية ومدربة أسرة في صباح بلقيس. شكرا لكم.